طيب بمناسبة كمان كل اللعبات، واحنا بنتكلم على الباسكت وبنتكلم على الكورة، نتكلم كمان عن الطايرة. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تكريم الفريق الأول للكرة الطايرة اللي حقق العديد بالإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ومرشح أيضا بأرقام قياسية للدخول في موسوعة جينيس خلال الفترة القادمة. يأتي هذا التكريم في إطار دعم مجلس الإدارة للفرق الرياضية بالنادي وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع انطلاقة الموسم الجديد.